مرحبا بكم مشاهدين قناة شوف تي في في البث المباشر مباشرة من مدينة أكادير، ودائما مع الحصيلة اليومية، حيث أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس عن تسجيل 3317 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بكورونا في المغرب 163,650 مصابا. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 2077 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد حالات المتعافين إلى 136,036 شخصا، في حين سجل 46 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. إن لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمهم جميعا. لتبلغ حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 2772 وفاة. وأشارت وزارة الصحة إلى استبعاد 20,111 حالة كان مشتبها في إصابتها بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 1,806,237 حالة منذ ظهور الوباء في المغرب. ودائما تهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية. جهة سوس ماسة اليوم كتسجل 217 حالة، يعني واربع حالات وفيات. عملت أكادير إيدو تنان فيها جوج حالات وفاة و 114 حالة إصابة جديدة. من زكان أيت ملول 48 حالة إصابة جديدة وجوج حالات وفيات الله يرحمهم. وعملت تارودانت 41 حالة، تيزنيت 9 حالات، وشتوكا إتباها 5 حالات. يعني الناس اللي لاحقوا بنا، جهات سوس ماسة سجلت 217 حالة، وجاءت عن الشكل التالي: عملت أكادير إيدو تنان 114 حالة، عملت إنزكان أيت ملول 48 حالة، عملت تارودانت 41 حالة، إقليم تيزنيت 9 حالات، شتوكا إتباها 5 حالات. جوج حالات وفيات بمدينة أكادير، وجوج حالات ديال الوفاة بمدينة إنزكان أيت ملول.